هنا سؤال أيضا عن الأدعية التي وردت في ذهاب المسجد والخروج منه، وكذلك الاستيقاظ، دخول البيت، الخروج من البيت. يقول هل هذه الأحاديث صحيحة؟ نعم صحيح، لدخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مفتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، كذلك عند دخول المنزل بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعند كذلك أيضا النوم السنة أن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكررها 3 مرات، وتأتي بالأذكار الواردة، ومنها اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت ظهري إليك، رغبتي ورهبتي إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وعند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. هذه الأذكار كلها ينبغي أن يحرص عليها المسلم، ومثل ذلك أذكار الصباح وأذكار المساء. وأحيل الأخ السائل الكريم إلى كتيب اللطيف وجميع ما فيه حديث ثابتة وصحيحة، كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، تحفة الأخيار، تحفة الأخيار، يمكن يجده أيضا على النت موجود، ويباع أيضا ورقيا. وكتاب اللطيف ممكن أن تأخذ هذا الكتاب وتعمل بما ورد فيه من الأذكار. شيخنا، ارتباط المسلم بالذكر يعني لا يكاد يعني يمر عليه وقت أو حال إلا وفي الشرع ذكر وارد في هذا الحال، سواء دخول البيت، خروج منه، في عندما يسافر، عندما يذهب، عندما يأتي، حتى عندما يعلو شرفا، عندما ينزل، وغير ذلك من الحديث. نعم، لأن المسلم مطلوب منه أن يكثر من ذكر الله عز وجل وألا يغفل، ولذلك أتت هذه الأذكار في جميع الأمور التي يزاولها الإنسان، يعني في ذهابه المسجد، في رجوعه، في دخوله البيت، عند منامه، عند طعامه، عند الشراب، حتى يكون المسلم مرتبطا بذكر الله عز وجل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر الله بذكره الكثير. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني شرائع الإسلام فيها الصلاة والصيام وصدقة، مر يا رسول الله بشيء أتمسك به وأتشبث به وأتعلق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذه وصية عظيمة لهذا الرجل والأمة جميعا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فينبغي أن يكون لسان المسلم رطبا بذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. والعجيب أن الذكر من أفضل الأعمال، وهو في الوقت نفسه من أيسرها، هو يجمع بين اليسر وبين الفضل، بل إن بعض أهل العلم اعتبره أفضل الأعمال. لما سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال قال إن هذا ما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات، لكن مما هو كالمجمع عليه بين العلماء أن أفضل ما شغل به العبد نفسه ذكر الله عز وجل. فينبغي أن يحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله عز وجل.